حلقتنا اليوم ممتعة جدا، حنحكي عن التسوق الصحي اللي موجود بالمنزل. صغار كبار شباب أو بنات، كل واحد حيكون متحمس جدا ليسمع هذا الموضوع وكيف نقدر نتسوق بطريقة صحية جدا. أول نصيحة بقدر أقول لكم إياها، نحاول قد ما بنقدر ما نطلع السوبر ماركت عشان نعمل الشوبينج تاع البيت تاعنا وإحنا جوعانين. ليه؟ لأنه حنصير نتشهون من كل الرفوف اللي حوالينا، جعبالنا هذا وجعبالنا هذا، تشيبس من هون وشوكليت من هون وبسكوت، ومنصفي بالأخير ما عم نقدر نجيب الأكلات الأساسية اللي إحنا بدنا إياها للثلاجة. طب شو بنقدر نعمل؟ بنقدر نحط ليست نكتب فيها الاحتياجات الخاصة تاعونا وإيش إحنا بحاجة إله عشان ما ننزل وإحنا مش منظمين حالنا وما عم نقدر نعرف إيش ننقي ومن أي لين نقدر نروح. لما نكتب اللائحة اللي إحنا بحاجة إلها نمشي عليهم، نتأكد مين إشي ضروري مين إشي لا، نقدر ندور على الاختيارات اللي أقل بالدهون وأقل سعرات حرارية. يعني مثلا أنا ما عم بقولكم روحوا خذوا لبن دايت بدل لبن عادي، عم بقولكم روحوا للجبنة اللي فيها سعرات حرارية شوي أقل بدل الجبنة العالية بالسعرات الحرارية. نحاول ننقي من الأشياء اللي مخبوزة ومشوية كتير أكتر من الأشياء اللي مقلية. طيب احنا رحنا على السوبر ماركت، بصير نجيب مشروبات غازيه وبصير نجيب عصاير وبصير نجيب اللي جعبالنا اياها، احنا عم نزيد قاعدين ومنتطور بالوقت وكل شيء عم بيكون موجود حوالينا، نحاول نتجه للاشياء الفريش، الاشياء الطبيعيه اكثر، سواء كانت فواكه او سواء كانت عصارات واحنا نعمل عصائرنا بالبيت. طب احنا هيك ما عملنا شوبينج، ايش قلتي لنا بدنا نجيب من السوبر ماركت اذا انت خليتينا ندير بالنا وما نشتري الاشياء العصاير اللي احنا بدنا اياها وندير بالنا بالليست اللي هي فيها سعرات حراريه عاليه. مشان هيك عم بقولكم ديروا بالكم كتير منيح، نقوا الأكلات اللي انتو جاي عبالكم ياها بس نخفف من السعرات الحرارية. معلش أول مرة مرتين شوي حنتغلب لنوصل للليست اللي احنا بحاجة إلها. سوقوا بطريقة صحية جدا، نقوا الأكل اللي جاي عبالكم ياها، كتروا من الفواكه والخضار وديروا بالكم من شوبينج ليست اللي عم تكتبوها.